انت حضرتك قلت لي في وسط كلامك برضو ان انت عامل بلان او مخطط لفكره انه سنه او سنتين وتترك العمل في التحكيم، انا كده فهمت صح؟ صحيح صحيح. طيب سؤالي، لو عرض عليك بعد سنتين العمل مره اخرى في التحكيم المصري كرئيس لجنه الحكام في مصر، هترفض؟ انا خدت قرار يا كريم من شهرين وقلت للاعلام ان انا خلاص مش هشتغل تاني في مصر. محتاجين نغير حاجات كتير عشان نقدر كلنا نشتغل في في في, في العمل الرياضي في مصر. محتاجين نغير حاجات كتير قوي قوي. اعتقد دي هتبقى صعبه، تغييرها هيبقى صعب بصراحه. صدقني والله، لان احنا عندنا عقد كتيره في الرياضه في مصر، عقد كتير، رغم ان الصح باين والغير صح باين، بس احنا يعني مش عارف اقول لك ايه، انا مش عايز اتكلم على حاجات في التحكيم احنا عملناها تعتبر حاجات صعبه قوي الفتره اللي فاتت، يعني مثلا من ضمن سيبك مني انا خلاص مش هشتغل تاني في التحكيم، لكن التعاقد مع ماسك كاتنبرج ده كان جريمه كبيره يا كريم، جريمه كبيره في حق التحكيم المصري، وكل من شارك فيها لازم يتحاسب، انا بكلمك بكل امانه، وده اللي قلته وهقوله، لان ده قللنا كتير قوي في التحكيم. خلي بالك التحكيم المصري ماشي على يعني ايه، عاوز اقول لك يعني ماشي بفضل ربنا وبفضل اللجان المصريه، لجان الحكام المصريه حتى الان، لان تطوير فني، تطوير ذهني، تطوير نفسي مش موجود. صعب، يعني حضرتك مش شايف ومارك عمل ازمه كبيره في التحكيم المصري للامانه، عمل ازمه يعني نزلنا كتير قوي، نزل اداء الحكام كتير قوي يا كريم. هل ممكن ان انت تتعاقد مع واحد يقعد لك 3 4 ايام في الشهر؟ هل ممكن تتعاقد مع مثلا ابنك مثلا في الثانويه العامه تديله درس خصوصي مثلا، المدرس ما ادالوش ولا حصه وياخد فلوس، ما ادالوش تدريب عملي في الملعب واحد، يعني عارف ده لو احنا بلاد ايه، الواكل واخده ما بيقولوا كده، مش مستحيل. طيب ان احنا سيبك كابتن عصام من الفلوس اللي كان بياخدها وانه كان بيقعد قد ايه، ايه الازمه اللي عملها؟ يعني ايه الازمه اللي انت شفتها اتعملت بشكل واضح؟ انت شفت الازمات، حصلت ازمات كتير يا كريم، والحكام ما كانش فيه يعني تطوير لادائهم، انت لازم تتابع الحكام. عارف خبير اجنبي يعني ايه يا كريم؟ خبير اجنبي يعني مستقر عندك في مصر، عامل بلان بجدول زمني محدد ومعروف، بكره هيعمل ايه، بعده هيعمل ايه، ازاي بيتابع الحكام، ازاي بيتابع الدوري المصري، ازاي بيطور اداء الحكام، لان مش كل الحكام مستواهم زي بعض، زي الطلبه كده. بس